اختتمت اليوم بمشروع الهدف فعاليات دورة الدفعة الثانية من المدربين للحصول على الرخصة A. هي اتأخرت شوية في مصر، لكن بصراحة يعني نشكر الكابتن شطة وكل وكابتن محمود وكابتن أبو العنين وكابتن شوقي وكابتن فتحي نصير، كل المجموعة القايمة من الاتحاد الافريقي على انه يدوا الرخص دي للناس يعني، فهي مفيدة زي ما قلت لك انك لو في معلومة جديدة او كده يعني. ما فيش شك ان احنا بنحرص دائما وابدا كمدربين احنا نستزيد من علم، يعني كرة القدم بقت علم والتدريب بقى علم دلوقتي، فلابد ان احنا دائما وابدا بنعمل حاجة ريفريش يعني للي انت درسته خلال دورات اللي فاتت، وفي نفس الوقت دي رخصة ايه في منتهى الأهمية بالنسبة لنا كمدربين. استفادة كبيرة جدا، نمرة واحد الحصول على الرخصة نفسها، الحصول على رخصة ايه دي تعتبر من أعلى المستويات بالنسبة للمدربين اللي تقدر فيه من خلالها تشتغل في أي مكان على مستوى الدول العربية أو الأفريقية، فدي دي الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية كم المعلومات اللي احنا خدناها سواء من مستر كوفي اللي هو المحاضر الافريقي اللي موجود، او الدكتور محمود ابو العنين، او الدكتور محمود سعد، او كابتن شوقي، او كابتن فتحي. بتعمل عباره عن تنشيط ذاكره يعني، نسيجه الخبرات اللي انت خدتها، اللقاءات النهارده مع المدربين، بنتبادل الخبرات مع بعض، بنقعد النهارده متناقش، لان التجمع ده ما بيحصلش الا كل حوالي 10 سنين مره. اي معلومه توصل المدرب يستفاد منها، وأي موقف يستفاد منه، فما في شك إن في كوكبة كبيرة من المدربين، وكان الدورة الأولانية كان في برضو كوكبة كبيرة، والمحاضرين مستر كوفي والدكتور محمود سعد والدكتور محمود أبو العنين والكابتن شاوي عبد الشافي والكابتن فتحي مصير، مجموعة كويسة جدا ومجموعة كبيرة بتحاول توصل الفكر الجديد في الكورة للمدربين، وبنحاول احنا كمان نستفاد ونشوف ايه اخر تطورات كرة القدم ونستفاد منها ونطبقها عملي في الملعب.